يمكنه ترجمة هذا لخدمة المجتمعات، وأنا أدعوكم للمساهمة في هذا الشأن. نحن في نقطة فاصلة في التاريخ، أدعو كل صانع القرار، وأنا متأكد أن كلنا لدينا صور لأطفال. وحين نكون في حالة شك أو نكون تحت ضغط، من فضلكم انظروا إلى صور هؤلاء الأطفال. هؤلاء الأطفال هم نحن مسؤولون عنهم، ويجب عمل الفعل الصحيح. وشكرا. أن نعمل الشيء الصحيح. شكرا جزيلا السيدة برسلينا. والآن أود أن أرحب بالسيد ديفيد مالتس ممثل البنك الدولي. شكرا جزيلا، وأشكر سيادة رئيس الوزراء مدبولي على والوزير سامح شكري على استضافة هذا الحدث. الدول النامية تواجه مزيدا من التضخم والمزيد من الأزمات المالية. هذه الأزمة التي تواجه التنمية نفسها وآثار تمتد لتقليص الاقتصاديات وزيادة الفقر وتقليل فرص التعليم وأيضا عدم إتاحة الفرص للحصول على المياه أو الكهرباء أو البنية الأساسية. إن البنك الدولي منخرط في تمويل المعافاة من كل هذه المشكلات التي تنجم عن التغير المناخي، ونحن نقوم بزيادة التمويل الخاص بمواجهة هذه الكوارث مثل ما حدث في باكستان. ويشمل ذلك التزاماتنا نحو التكيف، ونحن قمنا بتخصيص مبالغ كبيرة لمواجهة ولتحقيق هدف التكيف، وهناك زيادة في مواردنا، ونحاول أن نزيد من قدراتنا لتنفيذ الالتزامات. نحن نتعامل مع أزمة المناخ بالعمل وبالتأثير. نحن نعمل على تشجيع استخدام الطاقة المتجددة، والتمويل يأتي من مصادر متعددة تشمل القروض من كندا وكذلك المنح المختلفة. هناك مشروعات قد تستغرق وقتا طويلا، وهي تشمل التنفيذ، وتعتبر هي العنصر الأساسي في دعم هذه الدول. ولدينا شركاء يشاركوننا في هذه المنصات وتلك المبادرات. مع زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن البنك الدولي قام بعدد من المشروعات لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ونشرنا التقرير الخاص بجنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، والذي أظهر أن المشروعات التي تم تبنيها قد أحدثت فرقا في حياة البشر هناك، وهذا يظهر أهمية دمج القطاع العام والقطاع الخاص، وهذا يظهر النتائج المتولدة من اجتماع جلاسكو وتأثيرتها. ورئيس الوزراء كان عطوفا بشكل كبير لأن نطلق مبادرة CCDR الليلة الماضية. إن العمل المناخي والمشروعات المختلفة تمثل الركيزة الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها. نحتاج أن نزيد عدد المشروعات التي يتم تنفيذها لتقليل انبعاثات الغاز، وكذلك يجب أن يكون هناك خطة عمل تهدف إلى تقليل الانبعاثات. لدينا العديد من الجهود المتجزئة، ولكن نحتاج أن يكون هناك عمل جماعي يعمل على تقليل الانبعاثات، وهذه هي المنهجية الشفافة التي يجب تبنيها. نحن أيضا
أيضا نعمل مع المجتمع الدولي لنصل إلى مستويات كبيرة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وأن نوجه تمويل العمل المناخي في هذا المجال. أيضا هناك الكثير من الجهود التي يتم بذلها من خلال تشجيع الدول مرتفعة الدخل على المشاركة في هذه البرامج وتقليل تصدير الوقود الذي يتميز بنسبة كبيرة من الكربون. وفيما يتعلق بمشكلة التضخم فإننا يجب أن نتبنى سياسات لزيادة الإنتاج بطريقة مستدامة لكي نستجيب إلى نقص الغذاء والطاقة والأسمدة. هناك الكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها وهناك الكثير من المسؤولية التي يجب اتخاذها والتي يجب تبنيها لتقليل الانبعاثات وتوفير المياه والكهرباء للبشر، وهذا يمثل انتقال للمجتمعات. نحن أيضا في كوب 27 لدينا العديد من التوصيات الخاصة بزيادة التمويل المناخي الخاص بنا، وكذلك الحاجات الخاصة بالبنك الدولي لزيادة التمويل الخاص بالسلع والبضائع العامة. أنا أرحب بكل هذه المبادرات وكل هذه القرارات حيث أنها سوف تساهم بشكل كبير في حل المشكلة. المناخ يعتبر أحد التحديات التي تواجهنا جميعا، وهذا يشمل المجتمع الدولي وكذلك البنك الدولي أيضا، ونحن نتعامل مع جميع المؤسسات والمنظمات الدولية. وفريق الإدارة الخاص بنا قد بدأ في إعداد خطة عمل تشمل عمل الدول وكذلك الدول المشاركة وتقديم التمويل اللازم للتكيف وكذلك المساهمات المقدمة من المؤسسات والمانحين والقطاع الخاص. هناك أيضا زيادة في الأزمات التي يواجهها العالم، وتحاول مجموعة البنك الدولي أن تستجيب لكافة التحديات من خلال العمل والتأثير. وشكرا. شكرا سيد ديفيد ماكلز. والآن أود أن أرحب معالي رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي. حضرات السادة، حضرات المشاركين الموقرين، يسعدني أن أرحب بكم جميعا اليوم في شرم الشيخ، مدينة مصر الخضراء الأولى التي تمثل تجسيدا لجهودنا نحو التحول الاقتصاد الأخضر. إن تجمع الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية وقادة مؤسسات القطاع الخاص اليوم في يوم التمويل على هامش كوب 27 يعتبر دليلا على التناغم بين المؤسسات وبين القضايا التي تؤثر على المجتمعات وبصفة خاصة الدول النامية، وتوفير الموارد اللازمة للحكومات التي تلعب دورا كبيرا لإحداث برامج التكيف التكيف والتخفيف. إن التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة ومنظمات الدولية يتم بشكل متسق وبشكل متناغم، وهذا هو أقصر الطريق لنجاح الجهود الخاصة بمواجهة التغير المناخي. إن يوم التمويل لديه أهمية خاصة حيث أنه يعتبر إن مصر باعتبارها رئيس المؤتمر تهدف إلى تقديم دفعة وتنظيم العديد من البرامج والاجتماعات التي تشمل مناقشات مرتبطة ببرامج ومبادرات التمويل والتي تسعى للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وهذا يشمل التوجهات الاجتماعية والاقتصادية التي تضمن وضع أولويات لمنفعة ورفاهة البشر حول العالم. نحن أيضا ندرك أن هذه الجهود يجب أن تضيف أعباء إضافية على المواطنين خاصة في الدول النامية، حيث أن هؤلاء المواطنين لا يستطيعون تحمل كلفة التغير المناخي. وأيضا نحن سعداء لتفهم شركائنا للمسؤوليات والالتزامات الخاصة بهذا الصدد. السيدات والسادة، إن عالمنا يشهد سلاسل من الأزمات المتعاقبة. منذ عام 2019 واجهت الإنسانية تفشي جائحة كورونا تبعتها الأزمة المالية المرتبطة بحرب الأوكرانية والضرر الذي أصاب سلاسل الإمداد للطاقة والغذاء وكذلك الانخفاض في النمو الاقتصادي مما أزاد من أعباء على البشرية. وهذا الموقف يتطلب نوعا من التضامن العالمي والذي يعلي شأن الإنسانية. من هذه النقطة فإن نجاح مناقشتكم اليوم يعتمد على قدرتكم الجمعية على أن تقدموا مبادرات قوية وجادة، وبالتالي فإن وزارة المالية المصرية تتعاون مع الشركاء لتقديم المبادرات التي تهدف لتسهيل هذه الأمور الخاصة بالتغير المناخي وتقليل تكلفته على المواطنين اعتمادا على نتائج جلاسكو، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتمويل التكيف الذي نتمنى أن يتم ترجمته إلى التزامات جادة يتم تقديمتها من خلال جميع المشاركين، وكذلك تقديم موارد إضافية تساهم في دعم الدول النامية والتي تمثلها مصر في إفريقيا. لقد أصبح من الواضح أن مستقبل الاقتصاد لكوكبنا يواجه خطرا شديدا إذا لم نستطيع أن نضمن أن كل الاقتصاديات تتعامل بشكل متناغم مع التغيرات التي نشهدها في المناخ. لقد قدر أن حوالي 4% من المخرجات الاقتصادية يمكن أن تفقد، وكذلك مع انخفاض مستويات الدخل الذي يمكن أن يحدث. إن الموارد المالية مطلوبة بشكل كبير لإحداث ولمواجهة التغير المناخي. هذا الأمر سوف يتعاظم إذا لم يكن هناك السياسات الخاصة بمعالجة أزمة المناخ. وعلى الرغم من هذا فإن الجهود التي بذلت عبر سنوات والوعود التي قدمت والآليات لم تكن كافية سواء كما أو كيفا. هذا يشمل التعهدات التي تم تقديمها والتي تحتاج لأن تكون مرتبطة بشكل أكبر بالتمويل الخاص بالتكيف مع أزمة المناخ. إن الدول الإفريقية وبشكل خاص تواجه تحديات ضخمة في هذه المنطقة، وبصفة خاصة الأزمة المالية الموجودة في خلفية تلك الأزمات. أيضا الأسواق العالمية تحاول أن تحدث نوعا من الإدماج أو التركيبة الخاصة بتلك الاقتصاديات وحمايتها من التغير المناخي. الضيوف الأعزاء، التمويل هو الركيزة الأساسية، وكما قال كل ضيوفي الموقرين، التمويل هو الركيزة الأساسية لإنفاذ الالتزام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبصفة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. وهذه يجب أن نناقش ونوجد حلول لتلك القضايا، ويشمل ذلك إيجاد توازن بين التكيف والتخفيف. بالأمس تشرفت بأن أشهد إطلاق المبادرة المصرية نوافي، وهي تمثل أداة جيدة تجمع كل المشروعات وبشكل مفصل للمساهمة في
تحقيق والمساهمة في الاستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 وتحسين التغيرات المناخية. أنا أدعو الدول الأخرى وبصفة خاصة أشقاؤنا الأفارقة لكي يكون لديهم مثل هذه المبادرات، لأنها سوف تعتبر شهادة على التزام شركاؤنا الدوليين بتنفيذ تعهداتهم. وكما ذكرت كريسلينا، فإن الاقتصاد العالمي ليس بشكل جيد وهو مظلم، ولكن الجو جيد. أنا أدعوكم للاستمتاع بالجو والطقس هنا في شرم الشيخ. شكرا جزيلا سيادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شكرا لكل المتحدثين. وبهذا نصل لنهاية الجلسة الافتتاحية لنبدأ جلسات يوم التمويل. أود أن أطلب منكم جميعا أن تتوجهوا إلى المنطقة الزرقاء، وسوف نبدأ الجلسة الأولى والخاصة بحشد التمويل للعمل المناخي، وهذا سيكون في المنطقة الزرقاء حورس. شكرا جزيلا.